انا عايز اقول لك بس انا متفقه جدا جدا مع الكلام اللي انتوا بتقولوه، ان فكره ان استحملي عشان الولاد، اكتر ناس هتتضر هم الولاد. انت يعني الشخص اللي بيبقى عايش في جحيم او عايش في ظروف مش مناسبه ليه، عامل زي اللي قاعد في بيت متولع فيه نار وبنقول لا نستحمل يمكن النار دي تطفي. فلا، ما فيش حاجه اسمها استحملي عشان الولاد لو الوضع تعبير ما ينفعش ان تعبير هو تعبير بلاغي جميل يا نورة. يعني هو تخيلي جوه حريقة والحريقة بتاكل فيه ويقول لك معلش خليك في الحريقة وهي بتحرقك، مش يمكن مهم بس يعني يمكن تطفى. تطفي، لا ده انا اخد ولادي واهرب وانجو بيهم باقل الخسائر بره البيت اللي كله نار ده، ايا كانت بقى سبب النار دي ايه. انا كست اخذت قرار الطلاق، يعني كنت محظوظه جدا 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 فان هو اصلا كان سايبني. فقعدت سنه كامله الولاد اصلا ما تعرفش ان انا ووالدهم انفصلنا. لانه اساسا من قبل الطلاق انتوا كنتوا منفصلين. مش موجود. هو اختار ان هو ما يعيش معانا. بسبب ايه؟ فالولد هو بيحب العزلة، عارفة انت مانز ايلاند، هو عامل لنفسه جزيرة ومكتفي بالجزيرة بتاعته. وهو اتجوز ليه لما هو بيحب العزلة؟ في الحقيقة انا نفسي اسأل السؤال ده. لا ده انا متجوز شفت القصص دي، يعني حد يقول لك اصل انا مش بتاع مسؤوليات حضرتك. ما انا هو ما جبتكش، انت اللي جيت ليه لما انت مش بتاع مسؤوليات؟ هقول لك، لان يعني مثلا لما كنت بساله هو انت عملت عشاني ايه؟ عشان يعني تحسسني ان انت بتحبني؟ قال هو انا اتجوزتك. فهو فكره ان هو خرج من العزله دي واخد قرار الجواز ده كده انجاز رهيب، وانت تحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وضهرك. فطبعا الوضع ده انا ما قبلتوش، بقيت مش عارفه انا متجوزه ولا مش متجوزه، انا مطلقه ولا مش مطلقه، يعني كنت سنجل مام من سنين كتير قوي. فالحمد لله السنة لا يعني واصل لمرحلة انه ما بيباتش في البيت. لا ما بيبقاش في البيت خالص، بيودي الولاد المدرسة ويرجعهم من المدرسة، وممكن يقضي معاهم الويك اند، ياخدهم عنده في البيت التاني. ده وانتي ومش لسه على ذمته ولا بعد الطلاق؟ لا ده وانا على ذمته، انه بيت تاني. هو كان عنده بيت تاني كده بيحب يقعد فيه لوحده. طب بس هو بيودي الولاد المدرسة اهو يا نورة. ما هو ده كان حلو جدا بصراحة، هو كان موفر علينا جدا موضوع الباص وموضوع ان احنا نجيب سواق للولاد في المدرسة. بس بص، يعني كنت مبسوطة برضو ان في حد ادنى من الايه، المسؤولية، من تحمل المسؤولية. من بس تحمل فكرة ان المسؤولية. هو يسيب مراته تبات لوحدها في البيت دي وما يباتش مع مراته وما يقعدش معاها، دي برضو فكرة غريبة. ما يعني هو ده لا ده لا جواز ولا طلاق يعني. ما هو ما هو ده بقى اللي خلاني احط القرار. تمام. كان لازم احط يعني يعني زي ما بيقول اخد قرار حاسم في الموضوع. انا يا ابني انت متجوزني ولا مش متجوزني؟ عشان بس عشان ابقى فاهمه. فلا يعني احنا نبقى كده، اصل الناس لما بتعيش مع بعض المشاكل بتبقى زياده اكتر. فحسيت ان لا خلاص بقى كده حلو قوي وشكرا، وكانت فرصه سعيده جدا، وخلينا اصحاب واخوات وحبايب وزي ما احنا وطلق بمنتهى السهولة يعني. يعني بصراحه كان محترم جدا معايا في الموضوع. هو لما لقاني واخده القرار بجد، كان يعني ابتديت بقى يعني انا هرفع قضايا، هعمل قضايا، وفعلا رفعت قضيه طلاق للهجر، لان يعني قعدت سنتين كاملين ما بيخشش باب بيته، لا ما حول عندوش ولا قوة هدومه، إلا ما بالله. عندوش قطعه هدوم من هدومه جوه البيت. وخدتي طلاق للهجر. ما خدتوش بقى، لما اخد لما لقى الموضوع جد ولقى ان انا مش هينفع اكمل، قعدنا وتفاوضنا هنعمل ايه، هنربي الولاد ازاي، مش هنقول لهم من فضلك، كويس. لحد ما هم يستوعبوا. فقعدت سنه كامله الولاد عايشين حياتهم عادي جدا، وبعد كده جبتهم وقلت لهم انا دلوقتي انا وبابا انفصلنا، انتوا حاسين باي حاجه مختلفه في حياتنا؟ قالوا لي لا يا مامي خالص. وخلاص هما عندهم كام سنة؟ 12 سنه وسبع سنين تفهموا. اتفهموا جدا. ايه بعد الطلاق بقى؟ المجتمع بقى، يعني لو هنتكلم عن ليه الست ما بتاخدش الخطوة القرار دي. ده، الخطوه دي، هنلاقي ان احيانا بيكون ليها حق، لان حجم اللاوعي وحجم مش عايزه استخدم مصطلح جارح، يعني هل في انت نقص. واجهتي مشاكل بعد يعني انت شوف طبعا يعني الست طبعا وهي على ذمة جوزها، بس هي تعتبر مطلقة يعني عندها ما هي سنتين منفصلة برضه. منفصلة. ما واجهتش المشاكل الحقيرة اللي واجهتها بعد الطلاق، في تعامل بمنتهى الحقارة مع الموقف، في عارفة انت استغلال. بس انا كنت الحمد لله يعني strong enough ان انا اعرف اواجه واعرف اخد قرار بلا،
اللي هو انتوا اتجننتوا، انا الشخص اللي انتوا كنتوا بتتعاملوا معاه اول امبارح قبل ما تعرفوا ان انا مطلقه. هي اسمها ايه؟ نورا. الذئاب بتظهر يعني؟ نورا كان يعني معروض جواز عرفي وذ بنفيتس بالهبل. معلش يا نورا، انت كده كده كنت عايشه من غير راجل. يعني انت كده كده كنت عايشه من غير راجل، ده حقيقي. وانفصلتي رسمي، ومحدش عارف انك انفصلتي رسمي غير بعدها بسنه. تمام؟ لا، لما قالت بقى انها اتطلقت خلاص. بالظبط. ليه لما قلت، هل كلمه ان انا مطلقه بورقه رسميه بتفرق مع الناس؟ طب ما هي الناس كده كده شايفاها من غير راجل. لا معلش، ما هو يعني، لا معلش يعني مفيش حد، ودي حاجه برضو تحسب لاي حد يعني، انه ما ينفعش يعمل ابروتش او يقرب من ست طالما هي على ذمه راجل. انما وانس اتطلقت بتبتدي العروض الحقيره زي ما هي بتقول، بالظبط كده، اللي هو ايه، عرفي with benefits. عرفي with benefits يعني. وبعدين كمان كم عروض جواز الويك اند ده، بجد انا نفسي تعملي عنه حلقه بجد حقيقي. يعني نتجوز خميس وجمعه، ويعني انت تديني احتياجاتي وانا اديكي احتياجاتك، موضوع مادي بحت ما فيهوش اي نوع من انواع الانسانيه. وانت تصرفي على نفسك وعيالك، وهو يقعد بعياله، وهو تلاقيه بالعكس متجوز مثلا. بالعكس، انا عشان يعني بيقولوا عليا يعني ان انا حلوه شويه، لا كانت العروض بقى مغريه، اللي هو شقتك باسمك وغير لك عربيتك، ولادك هصرف عليهم بالشكل اللي انت عاوزاه، بس نبقى في يعني بيوافقوا يا نوره، في مين مين قال بيوافقوا انا بيقول وهي؟ لك في بيوافقوا يقول لك انا مش عايزه حد يقرب من ولادي، فانا كده هستفيد ماديا، وليه لا؟ انت ما انا وافقتيش ليا ليه؟ انا ليا اصدقاء يعني موافقين، وانا بحترمهم جدا، وكل واحد ليه يعني اللايف ستايل بتاعه اللي عارف ان هو هيقدر يكمل فيه. بس انا ليه اتجوز نص راجل؟ انا عايزه اتجوز راجل كامل، راجل يحترمني قدام الناس، راجل يبقى فخور بيا قدام ما الناس. يبقاش موضوع في السر، هو بيبقى عايز الموضوع يبقى في السر، مش كده؟ هو بيبقى عايز كل حاجه، يعني عايز زوجه محترمه قدام الناس، رغم ان هو ممكن يبقى مش محترم معاها جوه البيت، او هما الاثنين اصلا المفروض يتطلقوا عشان كل واحد يعيش حياته بالشكل اللي يناسبه، لكن هما شايفين ان شكلهم قدام الناس اهم من مشاعرهم الانسانيه. يعني فهو عايز زوجه شكلها يعني لطيفه، وام وزوجه ومع الولاد، وهي قاعده واولادي، وعايز ست تدلعه بقى، وعارف بقى. وعايز اقول لك ان الجوازه الثانيه دي بالنسبه لهم هي جوازه رؤى، جوازه دلع. يعني هو متخيل بقى ان هي ايه، يعني دي فرصتها الثانيه للحياه، فهي لازم تبقى جايبه ارض ارض زي ما بيقول. وممكن ما فيش، وبرده ممكن ما فيش يعني مانع برده ان هو يعط يعني ويصاحب في النص، لا دي هتعرف ودي مش هتقول حاجه لما هتعرف، لانها مش هتخرب على نفسها تاني عشان الناس ما تقولش انها ست مش قادره تنجح او تكمل في علاقه، فيتلام عليها ان انت السبب ومش عارفه تكملي. يا نورة، ده انتي قصة يا نورة، ده انتي عندك أسرار فظيعة ده يا انا نورة. عايزه اقول لك على حاجه تانية كده، غير بقى الولاد الصغيرين اللي بيتعاملوا مع الست المطلقه على انها الست الملف، وده مصطلح موضه وستايل جدا، اللي هو يبقى يحب ست اكبر منه. ست ايه؟ ملف. يعني ايه ملف؟ ملف؟ مش عارفه معناها ايه بالظبط، بس هي الست الجميله الحلوه المطلقه اللي بتسعى لعلاقه ممكن تبقى مش رسميه، وعلاقه يعني جسديه مع شاب بادي بيلدر ولطيف واموره، وكل البنات بتقع في الهواء. هواه. والله بقول لك يعني بقول لك في كم حقاره. ده بالنسبه للرجاله بتتعامل مع الست المطلقه، بالنسبه بقى للستات اللي بتتعامل مع الست المطلقه، فهي الست خطفت الرجاله رغم ان جوزها بيبقى يعني. هل في عندك صحاب او حاجه خلاص قيروا بعد ما اتطلقتي وخافوا على جوازاتهم؟ الحمد لله لا، يعني الحمد لله، ما الحمد حصلش لله. ده، لان انا هم عارفين ان انا عملت سيلكت اول على الرجاله وعملت لهم شيفت ديليت. سيلكت اول ديليت. ديليت على طول. سيلكت اول ديليت على طول، يعني فاللي هو يعني يا جماعه انا ست خلاص هعيش لاولادي، ولو ربنا انت اكرمني عندك كام بزوج سنه؟ صالح. 35. صغيره صغيره وتتجوزي عادي وكده، فانت عايزه اللي هو حد يجي من الباب يقابل اهلك، تتجوزي في طبعا. النور قدام الناس واعمل كلها. فرح وولادي يحضروا، واعزم باباهم، ولما يجي باباهم يتجوز اقف جنبه واكون معاه وهو بيتجوز. انا عايزه علاقه حقيقيه، عايزه زي ما ربنا قال، ما هو ده اللي ربنا قاله، ان كل واحد ياخد فرصته كامله ويبتدي حياته من اول وجديد بشكل محترم.